أكثر من فور وقت اللي رايحين من الكرفان شيروجيكال وقاعدة نوصل فيهم في الليل للبوس وقاعدة نصور فيهم دعاء الخير متاع العبيد كيف انا نبدا نصيح ونبرح ونقول ما نقبلوا حتى حد ما هوش مقيد ومن بعد جيني واحد في تركينا يقول لي راني ما قيدتش عايش بنتي امان دخلني نمشي انا نسرق له فيشه ونعمل له وقتها جمي كونتخدي صحيح اما من بعد هو دعوة الخير اللي يعطيه لي انا بالدنيا بالنسبه لي على خاطر ساريزوم الخدمه اللي خدمناها الكل ونهارتها تشوف قيمه وتعبك اللي تعبته الكل واللي تعبناه الكل مع بعضنا وعلى خاطر تشوف اكل بوان احنا اوني سوليدير ان طونك ايكيب اكثر حاجه كي نو مارك سي لا ريكونيسونس تاع العباد كي بداو يدعيو لك بالخير كي بداو فرحانين بينا والفرحه اللي ريتها معناها العباد احنا مروحين بهم كيفاش فرحانين كيفاش يدعيو لنا وبعديك كيفاش وصلناهم ولو بارون كيفاش يشكروا فينا فريمون ان سنتيمون دو ساتيسفاكسيون معناها ينسيك في التعب نتاع الشهره وقتها خاطر بالحق ما تاول كهرباء في حياتي معناتها مش كيما الثانيه والثالثه وقتها من بعد كي شفت لابورت اكسترن فريمون فارغه وانا ريوسي نكملوا 400 باسيون معناتها شفناهم الكل وقتها بالحق عيني دموا اصلا معناها ما صدقش احنا نجمنا نعمل خدمه انهم كيما هذه كنت نهار اللي بتنا هنا في سوغاز لاكاي نتاع العباد ايتي انكرويابل فريمون ما تعبت حتى ما عندهم حتى شيء اما يعطيو كل شيء ما نعرفش كيفاش يجيبوه معناها سيتي تريز ايموسيونيل الحقيقه نهار اللي بتنا وغدو صباح وقت اللي قمنا حتى تلمو عندنا خدمه بور بريباري ليكول غدو صباح كي قمنا مشينا معناتها دخلنا المكتب لقينا العباد استنى فينا كوم سي معناتها انا لي شونجي لوغ في كي ترى العباد سي عدينا عليهم وكملنا وبلوز وما نعرفوهم حتى بلاسي عمك مبكر وما نعرفش شكون اخر دونك كي تراهم بعديكا مشاو عملوا العمليه خرجوا لبس عليهم يتبسموا ويبدا يدعي في الخير ويقول في كلام بيه سيتي فريمون لو مومون لو بلو فور في دوك تايم اكثر حاجه تعلمتها في دوك تايم هما ما يتعدوش الحاجات اللي تعلمتهم في دوك تايم سني اما بالحق اكثر حاجه تعلمتها هي جيستيون دو كريز ني جو مو كونترول ونوسع بالي على الاخر على خاطر حاجه ما كانتش عندي جمله وسع البال تعلمت كيفاش و دي امبريفو نحاولوا نهجروا احنا ونلقاو ان بلان بي ان بلان سي ان بلان دي اللي لازم واحد كي يحب حاجه يتيام با جوسكو بو تعلمت منه سورتو لي سكي ديكي اون ايكيب تري سوليدير تري سودي حتى حد ما يعرف معناها يقف جوست بخدمته لازم يعاون يشوف شنو ناقص يعاون العباد الاخرين اكثر حاجه تعلمتها في دوك تايم جيستيون دو ستريس تعلم زيد نقول اللي عندي وما هميش في حدا حايم انه ساعات حتى كان يبدا ميخذا من وقت قرايتي وميخذا من وقت صحابي ومن وقت عائلتي لفت انه نبدا نعطي حاجه بالحق نحبها ونعاون في عبيد سورتو مع عبيد بالحق ياسر نحبهم من ليكيب اللي ديجا نخدموا مع بعضنا ديجا هذيك احسن حاجه تعلمت راهو فما فاميليا ياسر محلاها اسمها فاميليا دكتاي وتعلمت اللي معناتها لا فامي سي با سولمون لا فامي معناتها او سونس بيولوجيك دو تيرم مي سي اوسي نوتر فامي هنا اسوغا سي اساويف بالحق كيما عائلتنا اللي عملنا العمليات واللي داويناهم جوست جو فو ريميرسي تو لي ممبر دو لوسي ونقول لهم راني ياسر 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 نحبكم